إذا مرحبا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نقوم بصناعة وتحضير المادة تيترامين كوبر نيتريت. تيترامين كوبر نيتريت وهو يدخل في صناعة الأدوية CuNH3 الكل أربعة. إذا Cu تيترامين NH3 الكل أربعة. إذا عدنا ربعة أمين زائد 2 نيتريت NO3 الكل 2. هذه هي صيغته الكيميائية. إذا نفعل 1 مول كوبر نيتريت، كنا قد صنعنا في فيديو سابق نترات النحاس، 1 مول كوبر نيتريت زائد 4 مول أمونيا، كنا قد صنعنا في فيديو سابق الأمونيوم هيدروكسيد، 4 مول أمونيوم هيدروكسيد فيعطيني 1 مول تترامين كوبر نيتريت زائد 4 مول ماء. إذا نفعل 14.75 غرام كوبر نيتريت زائد 11.02 غرام أمونيوم هيدروكسيد فيعطيني 20.1 غرام تيترامين كوبر نيتريت زائد 5.66 غرام ماء. أنا المحلول الأمونيوم هيدروكسيد الذي لدي هو هذا بتركيز 26.94%، ومحلول الكوبر نيتريت هذا الكمية من الماء فيها 14.75 غرام. هذه الكمية. إذن الأمونيوم هيدروكسيد الذي لديه هو 26.94% وزن على حجم، يعني كل 100 مليلتر فيها 26.94 غرام. أضع تحتها 11.02 غرام التي أحتاج، يقابلها المجهول إكس. إكس يساوي 11.02 ضرب 100 تقسيم 26.94. إكس يساوي، أجد إكس يساوي 40.9 مليلتر. هكذا المعادلة عندما أضيف، أنا عندما أضيف الأمونيوم هيدروكسيد إلى الكوبر نيتريت، أنا يجب أن أضيف، طبعا سوف أضيف بالتدريج، يجب أن أمر باثنين مول أمونيوم هيدروكسيد عند الإضافة قبل أن أصل إلى ربعة أمونيوم هيدروكسيد. أضيف وأضيف وأضيف، في كل مرة أنا أقترب إلى الربعة مول أمونيوم هيدروكسيد. لا أستطيع أن أصل إلى الربعة مول أمونيوم هيدروكسيد بدون أن أمر باثنين مول أمونيوم هيدروكسيد. عندما أصل إلى اثنين مول أمونيوم هيدروكسيد ماذا يتشكل لي؟ إذن يتشكل لي، إذن الأمونيوم هيدروكسيد سوف يتفاعل مع الكوبر نيتريت فيتشكل لي الكوبر هيدروكسيد، وهو معلق أزرق، أزرق سماوي، لونه أزرق سماوي، زائد 2 مول أمونيوم نيتريت. ثم عندما أضيف 2 مول المتبقية، 4 ناقص 2 هي 2، عندما أضيف 2 مول المتبقية سوف يتشكل لي التترامين كوبر نيتريت، وهو محلول لونه، وهو مادة لونها أزرق داكن، كنا قد صنعنا تشبه في لونها التيترامين كوبر سلفيت، كنا قد صنعناها من قبل التيترامين كوبر سلفيت. الآن سوف أخذ بواسطة هذا الفنجان البلاستيكي المدرج 40.9 تقريبا 41 مليلتر من هذا المحلول. الآن سوف أسكب هذا 14.75 غرام كوبر نيتريت داخل هذا الطاس لكي نرى التفاعل بوضوح. إذن هذه 41 مليلتر أمونيوم هيدروكسيد بتركيز 26.94%، سوف نضيفها. انظر إلى المعلق الأزرق سماوي. الآن أنا في مرحلة 2 مول أمونيوم هيدروكسيد، فيتشكل لي الكوبر هيدروكسيد. هذا هو معلق الكوبر هيدروكسيد، لونه أزرق سماوي. عندما أكمل الإضافة وأخلط طبعا، سوف ينتقل الكوبر هيدروكسيد إلى الكوبر تترامين كوبر نيتريت.
انظر كيف أصبح اللون داكن، أزرق داكن، أزرق إلى بنفسجي. أخلط، أمزج جيدا. هو داكن أكثر مما نراها على الكاميرا. هذا هو التيترامين كابرنيتريت، في هذه الكمية من الماء منحلة 20.1 غرام تيترامين كابرنيتريت. هذا كان فيما يخص تصنيع التيترامين كابرنيتريت والذي يدخل في صناعة الأدوية. إذن وضعنا محتوى من التيترامين كابرنيتريت داخل هذه القارورة، وعلمناها بالصيغة الكيميائية للتيترامين كابرنيتريت، وذكرنا الوزن الذائب 20.1 غرام. أقول لكم أخيرا إلى اللقاء.